ينضم إلينا من نيويورك أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أحييك سيد أحمد. كنا نتحدث منذ قليل عن تورط عدد من الأشخاص في قضية أمنية تتعلق بشبهات تسريب وثائق سرية بشكل غير قانوني. هذا الإطار أو هذا المسار، هل ترى أن للولايات المتحدة الأمريكية علاقة بهذا الأمر؟ صباح الخير، التحية والتقدير. ينظر لمثل هذه التصريحات في هذا التوقيت أنها يعني نوع من ذر الرماد وإلهاء الناس عن أساس المشكلة وتداعياتها. بنيامين نتنياهو مستمر فيما فعله أكثر من عام في غزة، ومستمر أيضا فيما فعله ومضى أكثر من شهر على ما يفعله في لبنان، والمناوشات اللي بينه وبين هدفه الثالث والأساسي والرئيسي أنه هو يواجه إيران ويوسع دائرة الحرب إلى أن تكون حرب إقليمية. هو ينتظر، لن يتوقف عن ما يفعله، لن تتوقف الحرب إلا أن تتضح بعد نتائج الانتخابات من هو الرئيس القادم، أن من هو يعني القادم إلى البيت الأبيض. في هذه المرحلة ممكن بنيامين نتنياهو يبقى عنده نوع من المساومة، وأنه يقدم للساكن الجديد في البيت الأبيض أنه سوف يوقف الحرب ويترك هذه الهدية للقادم الجديد على أنه يقدمها للشعب الأمريكي، أنني الرئيس القادم وأنني استطعت خلال فترة وجيزة أيام من فقط إعلان النتائج الانتخابات أننا أوديها للشعب الأمريكي وللعالم. فبنيامين نتنياهو بيساوم حتى تتضح نتائج الانتخابات. هذه التصريحات اللي طلعت اليوم أعتقد أنها نوع من يعني ذر النماذج وإلهاء الناس عن حقيقة ما يجري في الأرض سواء في فلسطين أو في لبنان. يعني إذن ترى أن نتنياهو أراد بمثل هكذا تسريبات نقلت من واحدة من الصحف الألمانية أن يستمر قدما في حربه على غزة وعلى لبنان، بمعنى أنه يريد أن يطيل أمد وزمن الحرب. نعم، يستفيد من كل دقيقة ومن كل حدث ومن كل كذبة في أن يضمن استمرار ما يفعله، أملا في أنه سوف يقدم للرئيس الأمريكي الجديد القادم وللشعب الأمريكي ولشعب إسرائيل مسألة أن الحرب وقفت وتبقى هدية له للرئيس الجديد، بمقابل ما الذي سوف يفعله ردا للجميل استمرارا لدعم إسرائيل من قبل القادم الجديد بشكل غير مسبوق. طبعا يعني هو يتلاعب الآن في تلك اللحظات، لأنه يرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يتبقى عليها إلا أيام قليلة، وبالتالي هو يريد أن يرى أو يتعرف على الساكن الجديد في البيت الأبيض حتى يمكن أن يتعامل معه بأريحية في مدى استمراره في الحرب أو توقفه. بالتأكيد طبعا هو ضامن تماما، لا يوجد من يستطيع أن يوقفه لا بالقانون ولا بالقوة، لا بيهتم بالأمم المتحدة ولا بضمير العالم ولا حتى بالإدارة الأمريكية. في كثير من الأحيان كانت ترسل له وزير الخارجية، وزير الدفاع، مستشار الأمن القومي، كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا يروحوا في زيارات مكوكية حاملين رسائل إلى بنيامين نتنياهو، يختار منها ما يتناسب مع طموحاته وما يريده، ويعود يعني وزير الخارجية 11 زيارة مكوكية، أحد الأهداف المعلنة وقت الحرب والإفراج عن الرهائن لم يتحقق لهذا ولا ذاك، هو بيكسب وقت. نعم، هو طبعا يرفض كل أي محاولات للتسوية، بل هو يريد أن يضع فخاخا أمام أي محاولات للتسوية. لكن في مثل هكذا وثائق سرية طبعا تتعلق وأنها وثائق بشكل غير قانوني، يعني هناك من يتحدث على أن نتنياهو هو الذي سرب هذه الوثائق وهو الذي تلاعب في هذه الوثائق حتى يمكن أن يعني يدفع بوجهة نظره تجاه ما يحدث من مجازر وجرائم حرب ضد المواطنين في غزة أو حتى ضد ما يحدث في لبنان. كل ما قيل يعني يقارب الحقيقة. هو لو كان انتظر كمان أسبوع بعد 5 نوفمبر بعد يوم الثلاث وطلعت هذه التصريحات، اشمعنى بتطلع في النهاردة فاضل 5 أيام على موعد الانتخابات؟ بتطلع في توقيت يريد إلهاء يعني من يهمه الأمر في الداخل الأمريكي أو على مستوى منطقة الشرق أو مستوى العالم، حتى تمر هذه المرحلة، يمر هذا الأسبوع وينتظر حتى الأربعاء والخميس ليعرف من هو القادم الجديد، ويبدأ بقى في تقديم هدايا
وينتظر مزيد من الابتزاز يعني. لكن السؤال الآن، يعني مثل هكذا وثائق يعني تضر بالأجهزة الأمنية المختلفة، يعني نتنياهو يمكن أن يسرب أو هو قد يكون مسؤولا أو غيره قد يكون مسؤولا عن تأثير بهذه الوثائق سيد أحمد، لكن هذه الوثائق عندما تم تسريبها تضر بالأجهزة الأمنية بأنها قد تكون مخترقة، ليس لديها سياج آمن، وأن هذا قد يتكرر في المستقبل. فهل هذا برأيك يمكن أيضا أن يوتر العلاقة ما بين تلك الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخبارات الإسرائيلية وما بين نتنياهو في نفس الوقت؟ هو تحديدا لم يتم الإفصاح عن ما هي وما أهمية هذه الوثائق التي يعني تسربت. تسربت قد يكون نوع من الوثائق اللي هي من الممكن جدا أي أجهزة تسربها للإعلام، لكن لم يتم يعني معرفة الخطوط العريضة لهذه الوثائق المسربة. من الواضح جدا انها وثائق ليست ذات يعني اهميه كبرى ولا تؤدي الى اي نوع من الضرر، هي مجرد بس كاموفلاج يكسب بيه وقت ويقول ان في وثائق اتهربت ويشغل الجميع بيها وهي في الاخر تحصيل حاصل يعني. نعم، لكن لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم، التوقيت لانه يريد خلال هذا الاسبوع ان يتم تركيزه هو واجهزته ودولته على الدعم الاسرائيلي ودعم الجالية اليهودية اللي موجودة في داخل أمريكا، يعني هم في داخل أمريكا شغالين على الاثنين، شغالين لو كسبت كاميلا هاريس احنا معاها، لو كسب ترامب احنا معاه، وبالتالي عندهم قضايا عايزين يشغلوا أطراف ممكن تؤثر على طبيعة الانتخابات، فبتطلع مثل هذه التصريحات حتى تتاح لهم الفرصة لتنفيذ أجندتهم المخفية، وحتى لا يكون هناك أي نوع من رد الفعل من قبل القوم لا يريدون بإسرائيل خيرا. لكن هناك علاقة وثيقة كما نعلم سيد أحمد محارم ما بين المؤسسة الأمنية وما بين نتنياهو كرئيس لحكومة الحرب، لكن برغم هذا يعني كما قلت حضرتك أنه ينتظر الانتخابات الأمريكية بعد أيام، من سوف يتولى أو يجلس على كرسي الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر طبعا بعد إعلان هذه النتيجة، ألا ترى أن هذا يعني هذا التسريب للوثائق قد يهز ثقة الداخل أو المواطن الإسرائيلي في حكومة الحرب؟ يعني المواطن الإسرائيلي ثقته في حكومة الحرب مش هتتهز من النهاردة، ده من بداية 7 أكتوبر وهناك مراحل من الاهتزاز وإعادة الثقة، ويعني لما يكون الأسرى بتوعهم لغاية النهاردة ما حصلش نجاح لمهمات استخباراتية أو مهمات عسكرية أو مهمات سياسية ان يتم الافراج عنهم، فهو في مزيج من الاخفاقات، وده اللي بيسبب المظاهرات اللي بتتوالى كل يوم سبت في الداخل الاسرائيلي وامام بيت بنيامين نتنياهو. كل هذا لا يؤثر ابدا في نتنياهو، ولكنهم اعتقد مجمعين الكابينت المصغر ان في خلال هذه الايام القادمه قد يكون هناك سبب يجمعهم ان هذه التسريبات لا تضر احد بل تؤدي الى تحقيق هدفه هو اشغال والهاء الاطراف التي تتربص بهم حتى يتم التعرف على من هو الفائز والقادم الجديد للبيت الأبيض. يعني إذن ترى أن هذه المعلومات أو الوثائق يعني يمكن أن تؤثر أو تنعكس سلبا على عائلات المحتجزين، في التخوف مثلا بأن نتنياهو يعني لا يستطيع أن يحل مسألة المحتجزين، لأن أنت تعلم يعني منذ بداية الحرب والحديث حول المفاوضات والمحتجزين سيد أحمد وتكلمنا في هذا كثيرا، أن مسألة عودة المحتجزين أو إطلاق سراحهم قد تكون فقط لازمة أو يعني هي كلمات فقط تتردد على لسان نتنياهو دون حتى الاهتمام بشكل جدي بهؤلاء المحتجزين. هي الشماعة التي أنت عارف حضرتك المثل البلدي بتاعنا مسمار جحا، هي الشماعة التي علقها ولا زال يعلقها بنيامين نتنياهو. لو حصل قد ايه من مباحثات ومفاوضات حصلت في القاهره وفي العاصمه القطريه دوحه، قد ايه كميه المسؤولين اللي طافوا المنطقه وراحوا وجم، وفي الاخر لا يوجد اي تقدم في هذه المساله.